بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل طبعا من قناة مهندس أحمد سلامة. بداية كده أنا منزل الفيديو ده عشان تفهم التو سبيد يعني إيه، فالفيديو ده هينقلك على الفيديوهات التانية، أوكي؟ يعني الفيديو ده بيوضح لك تمشي بسيكونس إيه عشان تروح تفهم التو سبيد على طول، تمام؟ أنا عايز أفهمك دايرة الباور مثلا بتاعت التو سبيد، فمنزل فيديو رقم واحد شرح تفصيلي إزاي بعكس الحركة، وفيديو رقم اتنين شرح محرك سرعتين عكس اتجاه، وفيديو رقم 3 دايرة الباور لمحرك سرعتين زائد عكس اتجاه او دايرة الباور لمحرك تو سبيد. طب انا ليه عملت كده وليه سميت ده 1 وده 2 وده 3؟ عشان ده كله عشان تفهم دايرة الباور بتاعة التو سبيد. فلو انت عايز تفهم دايرة الباور بتاعة التو سبيد مبدئيا هتعرف الفيديو ازاي، هتلاقيه مكتوب عليه رقم 1، ده لازم تتفرج عليه، ده للناس اللي هي مبتدئة ومش فاهمة حاجة من النقطة دي. يعني لو انت فاهم يعني ايه كونتاكتور يعني ايه ريلي والكلام من ده كله، اوكي خش على طول على الفيديو اللي هو الاخير الفيديو رقم 3 هتفهم على طول. طيب عشان تفهم انت الباور تو سبيد، لو انت جاي بتتفرج على الفيديو الاخير ده اللي هو فيديو رقم 3 ومش فاهم، لازم تتفرج على 1 و2 و3. اقصى فيديوهات نزلتها 1 2 3 يعني مرقمه، هتلاقي في اول فيديو مكتوب 1 وفي اول فيديو هنا مكتوب 2 وفي اول فيديو هنا. طب هتعرفوا ازاي ان هو بتاع التو سبيد؟ هتلاقيه باللوجو الاحمر، هتلاقي لوجو احمر كده ومكتوب عليه 1 شرح تفصيلي كذا، 2 شرح كذا، 3 دايره كذا، اوكي؟ بس ده كله عشان اشرح لك التو سبيد، دي دايره الباور بس، تمام؟ طيب عشان اشرح لك الكنترول اخش على رقم 2 اهو، نفس الكلام منزل 3 فيديوهات. الفيديو الاولاني شرح دايره الباور والكنترول ومحرك واحد ويعني ايه انتركام ويعني انتر لوك اقصد، وده مسميلك رقم 1 بس اللوجو اصفر بقى، اللوجو اصفر، اوكي. هنا رقم 2 شرح الكنترول تو سبيد مع الباور وتوضيح عام النقاط، برضو اللوجو اصفر. رقم 3 انا شارح فيه دايره الفرامل، اوكي شارح فيه دايره الفرامل، ده الفيديو رقم 3 دايره الفرامل وازاي بقى توصل حمايات وايه انواع الحمايات والفرامل شغاله ازاي والكلام من ده، اوكي. ده كله عشان تفهم التو سبيد نفسه، الباور والكنترول، الباور والكنترول ده مع بعض. عشان تفهمه لازم تتفرج على 1 2 3، برضه 3 فيديوهات ورا بعض، اللوجو بتاعه اصفر ومكتوب قدامه 1 2 3، يعني اللوجو الاصفر عشان تفهم الباور والكنترول مع بعض وازاي تشتغل في الكنترول تو سبيد، اوكي. وبرضه في شويه شرح انفرتر، تمام. لو عايز تفهم دايره الباور بس تو سبيد هتتفرج على الثلاث فيديوهات ده نفس الكلام، بس هنا اللوجو احمر، اوكي. دمتم طيبين، وانا قلت ما انزل الفيديو ده بس عشان يا رب يعني عشان كل ما يجي يتفرج على الفيديو يعني ما يفضلش تايه في القناه ويفضل يدور هنا وهنا ويلاقي ده ويحصل لبس في الموضوع. انا بس منزل الفيديو ده عشان الكل يفهم مش اكتر، اوكي. يلا دمتم طيبين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.